سلام حبيباتي، جسبر كو فوزالي بيان. جاتكم اليوم فيديو جديده، تسخا فيديو كيفيه تقشير الشفاه وترطيبها. ثاني راح ندير لكم كيفيه نفخ الشفاه بالماكياج. دونك سقسيتوني بزاف على هاد لا فيديو، على بنات اللي جات الشتاء واللي لافخ تاعهم ينشفوا ويولوا رماديين ولا زروقه. دونك جسبر هاد الفيديو يفيدكم، تبعوه للافا. دونك نبداو اول حاجه بالمقشر. فهاد المقشر راح نسحقو القرفه، نسحقو السكر. تقدروا تبدلوا السكر بقهوه، ليسونسيال تبدلوا بحاجه تكون شويه حرشه باش نقدروا تنحي لنا هذيك الجلده الميته اللي تجي على الشفاه. دونك استعملوا ثاني الكوكونا. انا استعملت الكوكونا باسكو على بالي بالكوكونا في الشتاء تجمد، دونك تساعدني باش الماسك تاعي ولا المقشر تاعي يجيني متماسك. دونك تقدروا تستعملوا نتوما زيت زيتونه، تقدروا ديروا زيت اللوز، ديروا اي زيت تحبوه نتوما. دونك نحط ملعقه صغيره سكر وملعقه صغيره قرفه. هنايا تنرميت باسكو القرفه تاعي انا اني ميزاني ما نخدم هاد الماسك، دونك استخدمت قيس ملعقه صغيره. ونديروا ثاني ملعقه صغيره كوكونا. المكون الاساسي في هذه الخلطه هو القرفه لانها مضاده للجراثيم وتمنع اصابه الالتهابات، وثاني تنفخ شويه للافغ. دونك القرفه مهمه في هذه الوصفه. وحطوها في ميني بوات كيما هذه، باطه صغيره ولا خلوها مام في العلبه اللي استخدمتوا ولا درتوا فيها هذا الماسك، وغلقوا عليها واستعملوها كل مره تحبوا تقشروا الشفاه تاعكم. انا تقريبا نديرها مره بمره في اليوم، يعني اليوم ندير غدوه لا غدوه ندير غدوه لا، باسكو الشفاه تاعي بزاف تنشف لي بزاف تسحق تقشير. تقدروا تقولوا بلي هذه الوصفه هي مرطب في نفس الوقت، لان الكوكونا ترطب بزاف في الشفاه. دونك هي وصفة ترطيب تنفيخ وتقشير في نفس الوقت. وهنا يا تيم العارب نسحقكم كامل حكي حكي يا اختي حكي. دونك هنايا حكم ليه. كاين بزاف بنات يحبوا يستخدموا باغ اكزومبل البروس ادون فرشاه الاسنان، انا هذا من الناس ما نحبش نستخدمها باسكو شويه حرش علي لافك تاعي. دونك نستخدم غير الاصبع تاعي، يعني يفي بالغرض كيما يقولوا. دونك حكي 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 مليح لي لافك تاعك. ابخي خليها 5 3 مينوت. وها كيما راكم تشوفوا لي نفخ تاعي شويه تنفخوا من القرفه. للترطيب لكم الاختيار، كاينه بلان د مارك، كاينه بلان د موديل، كاينه لي جي ميني بواط كيما هذيك تاع اوريفلام، كاينه لي جي ليبستيك كيما هذا تاع ميكسا، كاين بوم لافغ و سوان دو نوي هذا تاع افان. دونك نرطب لي لافغ تاعي، سينو اذا ما لقيتوش كامل نستخدمو غير الكوكونا تفي بالغرض. تري بيان. طلبتوا مني بزاف لي ماسك ولا الوصفات الطبيعيه، قلتوا لي باش نفخوا الشفاه تاعكم. حبيت نعطيكم معلومه بلي ما كانش وصفه فريمون فعاله 100% اللي تنفخ الشفاه، يعني الشفاه اذا حبيتوا تنفخوهم كاينه غير البوتوكس. دونك انا عطيت لكم الوصفه تاع القرفه، بون ما تطولش بزاف، تقعد لكم 3 ساعات ولا با بلوس، سينو نفخوهم بالماكياج. دونك اول حاجه درتها حطيت الفون دو تان في لافغ تاعي وفي الجوار تاع لي لافغ تاعي، باسكو طبيعة الحال مسحت من تما جهة الفون دو تان. دونك ابخي خديت الكونتور و رسمت ظلال تقدر تقولو مزيف، يعني درت ظلال مزيف، درت هداك القلب مزيف ومن تحتها تاني تبين كشغل عندي ظل باش يعطيني عمق للي لافغ تاعي، يعني الفون دو تان درتها باش نقدر نرسم كيما نحب. ابخي خديت كريون، اي كريون نيود يكون عندكم، كاين بزاف لي مارك، انا خديت هذا تاع موناليزا اللي يدير ميم با جو بونس غير 2000، ورسمت لي لافغ تاعي. بصح كاينه حاجه
رسمت فوق الخط بشويه على لافختواي. تقدروا ترسموا اكثر، انا لي لافختواي منفخين بزاف ما يخرجوش عليا، دونك حنوريكم غير الطريقه. رسموا شويه خارج على الخط تاع الظلال الحقيقيين. دونك ابخي ما عينت الشفه تاعي بهذاك القلم، دوكا حنبدا نعمر الشفه تاعي، بصح بشرط نعمر غير في الوسط، يعني نعمر جهه القلب، نعمر في الوسط من تحت وفي الجوانب، يعني راح نخلي وين نقدر ندير نفخ مزيف في الشوارب تاعي نخليهم كما كتشوفوا في الفيديو. الفيديو يعني راه يوضح اكثر، يعني نخلي هذيك لي دو كوتي يكونوا فارغين. ابخي ناخذ كونسيلر ولا فون دو تان ولا اي حاجه تحبوها وحطوه في الفراغ اللي خليناه، وابخي بيديكم هكا امسحوا بشويه. يعني هذا الشيء كما نشوفوا في البوتوكس، اللي عندهم البوتوكس دائما نشوفوا باللي شفاه تاعهم في هذوك الجوايه دائما يجوا تما ويعمروا البوتوكس. دونك شغل نديروا حاجه مزيفه. موراها خديت ليبستيك عادي وعمرت في نفس المناطق اللي درتها بالكريون. ابخي بخفه يد، يعني لازم تكون خفيفه، عمروا كاع شواربكم، بصح لازم تبينوا شويه هذيك المناطق اللي كانت فيها الكونسيلر تبان شويه. خديت هايلايت وعمرت تاني في نفس البلايس اللي حطيت فيهم الكونسيلر، ومن بعد نحط في هذاك القلب. يعني نشوفوا اللي دائما يديروا البوتوكس جهه القلب تاعهم هذيك دائما تجي بيضه، يعني تجي لا كولور تاعها كل بيضه هكا اون ديغي اللي لا تاعهم خارجين. دونك حنايا نبينوها ونبرزوها غير بالهايلايت. دونك فوالا حبيباتي، هذه هي طريقتي في تقشير وترطيب ونفخ الشفاه كي نكون حابه، طريقتي انا الخاصه. دونك جيسبر الفيديو يكون عجبكم، اكتبوا لي واش حبيتوا في لي كومونتير، اكتبوا لي لا عجبكم لا فيديو في الكومونتير. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناه تاعي، تشتركوا في كامل مواقع التواصل الاجتماعي تاعي، فيسبوك سناب شات وانستغرام، ونلقاو في فيديو قادم ان شاء الله. باي.